ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل فيديو بقول لكم كده، انتوا ليه مش بتقولوا لي انت كمان وحشتيني يا ميرو؟ اشتركوا في قناتي لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي، من الزرار الاحمر اللي تحت خلوه لونه جراي، وكمان هيظهر لكم جرس بعديها فعلوه على علامه الكل عشان يمتلكينا، وكمان اعملوا لي لايك لو الفيديو عجبك، وكومنت عسل برايك عشان كل فيديو باخد احلى 3 كومنتات بقول اساميهم بالكومنتات بتاعتهم، بس المره دي نسيت اخدهم وبدات الفيديو على طول، فانا مش هينفع عليه بقى وكده. يلا بينا نبدا الفيديو على طول. فيديو النهارده للبنات الاكيله اللي بتحب الحلويات وبتحب التذوق، وكل يوم بتشرب مج نسكافيه مع حاجه من الحلويات. البنات المزكنجيه شبهي هم دول اللي هيحبوا الفيديو ده. فلو انت ما بتحبيش الشوكولات، ما بتحبيش النسكافيه، ما بتحبيش الاكل، فاتفضلي تطلعي بره الفيديو ده، بهزر معاكي، ممكن تنسين بس مش هتستفيدي من الفيديو. فيلا بينا نبدا. الفيديو ده تافه شويه عادي. دي الفيديو ده عباره عن، هقول لكم ايه، دي اكلات حلوه، حاجات حلوه تقدري ان انت تاخديها مع النسكافيه او عشان تغير مودك، يعني حاجات جربتها طلعت حلوه يا جماعه في الاكل، يعني خلاص بقى مش عارفين مش هتفكروني بالحلوه اصلا بقى كده. اشم معاكم. بصوا يا جماعه، دي كانت اللي هي بسكوت من ديري ميلك، عامله بسكوت متغطي بالشوكولاته ومحشي بالشوكولاته. تمام، ده شكله، ده اسمه دبل شوكو دايلت، دبل شوكو دايلت، ده شكل العلبه بتاعته. تحفه تحفه تحفه. لو كنتي مع النسكافيه طعمه رائع بجد، هتدوبي كده في طعمه اللي هو ايه ده، يعني الجمال ده تحفه جدا، يعني بجد نصيحتي ليكم ان انتوا تجربوه. تاني حاجه بقى، يعني من اجمد انواع البيك رولز اللي هو ده، الميكس الجبن ده كده بيوديكي عالم تاني، اللي هو مش عارفه انت بتاكلي جبنه تركي ولا تشيدر ولا حدقه ولا بتاكلي ايه بالظبط، اللي هو بيلففك في عالم الحوادق العالمي مع قرمشه طبعا، مع بيشبع، فتصبيره مش بيشبع شبع لا، بس تصبيره. لو انت عمرك ما جربتي البيكروز او عمرك ما اكلتي بيكروز بس معلقه بس مع الطماطم او كده، فجربي النوع ده لو الميكس الجبن وقولي لي. عارفه ان الفيديو تافه قوي بس حاسه ان هو هيفرحني كده بما ان انا بحب الاكل. بصوا بقى، البتاعه دي اسمها البيلا ووتر، وده شكلها، هي فلوفي كده في نفسها وبتقرمش كده من اول قطمه، كانت حلوه جدا. بصوا انا عايزه اقول لكم بس هي مكونه من ايه، لازم اقول لكم، انا مش عارفه بس انا هقول لكم، هوصف لكم طعمها كانت ايه. هي كده كذا طبقه وفي النص كده شوكليت وكأن فيها فانيليا كده بسيطة، يعني صراحة ميكس حلوة جدا، تقدر تاخديها معاكي في شنطتك تاكليها، وبرده حلوة جدا مع النسكافيه الصبح. تمام، بصوا. وبعد كده دي طبعا احنا عارفينها يعني كلنا، دي الجيرسي، غنية عن التعريف طبعا، حلوة جدا مع النسكافيه، حلوة جدا لوحدها، تصبيرة حلوة بس دي مش هتكفيكي، لازم تصبيرة منها 3 4 5 كده، يعني اللي هو اول ما انت بتاكلي واحده من نفه ما بتعرفيش ايه اللي حصل، ما بتعرفيش تسيطري على نفسك بعديها، فاحذرك لازم يكون معاكي منها 5. بعد كده القمر العسل ده بقى يا جماعه، اسمه تصبيره وهو فعلا تصبيره، ده عباره كده عن بقسماط مملح، طعمه تحفه، طعمه جامد جدا جدا جدا، يعني بموت فيه. ده كان بطعم الجبنه الفرنسيه، حلو قوي قوي، جربوه. هو كيس كده شبه كيس الكاراتيه بس ميني كده، شكله كيوت، وفي البقسماط المملح ده، لو لقيتوه في اي مكان هاتوه، ما تجيبوش منه 1 أو 2، ده عشان يكفيكوا بس 10، لازم 10 بس، بجد حلو ومطقم كمان معايا، بجد هيعجبكم جدا، هاتوه عن تجربتي. بصوا بقى الفريسك
تشوكو بور، اسمها كده فريسكا تشوكو بور بشكل حلو قوي. ويفر مغطي بالشوكولاته ومحشو بكريمه الشوكولاته، حلوه جدا جدا. الطعم بتاعها مركز جدا، حلوه قوي مع النسكافيه الصبح، حلوه جدا بتشبع. يعني دي مع النسكافيه وجبه، وجبه اساسيه كانه فطار، تمام. حلوه قوي قوي طعمها، طعم الدارك شوكليت مع شويه فانيليا مع الويفر، عاملين ميكس رائع هتعجبك قوي قوي قوي. كام دي جماعه؟ ثواني انا هقول لكم كل حاجه بكام، يعني هحاول كمان كده اقول الاسعار خالص، عماله اشرح لكم واوصف. عارفين المشكله ان كل ده معظم اصلا نروم جايبولي، فما كده دي ب2 جنيه تمام. الفريسكا طبعا ب2 جنيه، ده كده تقريبا ب3 جنيه ونص او ب5 جنيه، مش هيزيد يعني، مش ب10 جنيه مكرفوش حاجه دخلت جوا يعني. الجيرسي ب2 جنيه ونص تقريبا، الكروز ب2 جنيه، تصبيره ده ب1 جنيه. جبت معايا البرونش، تعالوا بقى نشوف. وبعد كده ده تركي، اسمه تركي تقريبا، هو مستورد تشكله اهو. بلدنا بتعمل حاجات احلى يا جماعة، بلدنا بتعمل حاجات احلى من كده بكتير. انا كده في حاجة داخلة في عيني. البتاع ده ما عجبنيش، محدش يجيبه. لا هو ممكن يعجبك، يعني ممكن يعجب واحدة بتحب البسكوت بالشوكولاتة عادي، بس ما عجبنيش بصراحة. وده شكله طعمه كده تقيل كده، مايع كده، مفروض مش مسكر قوي، اعتقد بالدارك شوكليت، بس ما لا ما عجبنيش قوي زي الباقي، بس مش عارفة اسمه ايه. حبيبتش 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 خمسة حبيبتش دي كده. دي اوريو اللي هي ديري ميلك بالاوريو، دي اجمل واحسن احلى اختراع ممكن تجربوه في حياتكم. قد ايه هتحسوا ان الحياة حلوة بعديها؟ والله يا جماعة قد ايه هتحسوا ان حلوة يا بلدي انها انتجت شوكولات زي كده. اخر حاجة بقى، ودي حاجة مهمة جدا، وهو البلاك نسكافيه بلاك، ده اسمه نسكافيه كلاسيك، ده ما بيثبتش الوزن و ملهوش اضرار زي النسكافيه اللي فيه كريمر، فطبعا وكمان بجنيه، والمدة الصلاحية بتاعته 24 شهر يعني سنتين، فحلوة جدا. لو هتجيبيه في جهازك هتجيبي علبة يعني هتقعد معاكي، هو 30 كيس فانت هتخلصيه في 30 يوم بس. حلو قوي 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 قوي، جربوا النسكافيه كلاسيك او نسكافيه بلاك، هو ده مشهور يعني ببلاك، فحلو جدا لازم تجربوه. اتمنى فكرة الفيديو دي تكون عجبتكم. لو عايزين اجرب اكلات جديدة او عايزيني اعمل لكم اللي هي اكلات خلصتها او اكلات عجبتني، قولي تحت في الكومنتات وانا هعيد الفيديو طبعا. متنسوش اللايك سبسكرايب، كومنتات حلوة قوي.